ماتش بكرة ازاي؟ بالتأكيد مباراة صعبة، بس إن شاء الله النادي الأهلي يقدر بإذن الله إن هو يطلع بنتيجة إيجابية في المباراة دي. مباراة السنة دي مختلفة عن السنة اللي فاتت لما رحنا جنوب أفريقيا، يعني بصعوبة اللقاء مع سان داونز في نقص الأكسجين. هتقول لي نقص الأكسجين. أغلب اللعيبة اللي اتكلمت معاها عن الخسارة بعد الأحداث اللي هي بعد نتيجة 5-0 اللي هي 5-2 السنة اللي فاتت كانوا بيقولوا لي فعلا نقص الأكسجين كان صعب، يعني فعلا احنا بنحب ان احنا نسافر بدري عشان خاطر نقص الاكسجين ده بيفرق كتير. ممكن الناس ما تحسش بيه، بس اللعيبه اللي في الملعب بتحس بيه جدا. بيبقى يعني صعوبه الماتش بيبقى اكتر في نقص الاكسجين ده. حاجه تانية، اعتقد ان المباراه مختلفه بشكل كبير قوي عن السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت كان دور مجموعات، فانت بتحصل نقط عندك لسه فرصه تانية للتعويض، لكن المباراه بتاعه بكره دي نوك اوت، يعني ذهاب واياب، يعني بتحاول ان انت تعمل نتيجه ايجابيه. لو ممكن، لو ما يعني تحاول ان انت تجيب جون عشان تامن صعودك. دايما ان انت تلعب قدام فريق زي سان داونز بشوف كده كلمه السر بكره، ان انت تحاول تسجل جول. مهم قوي. ليه؟ حتى لو 2-1 لسان داونز النتيجه مش وحشه. ليه؟ لان انت تجيب جون سهل، ان انت 1-0 في النادي الاهلي هنا في استاد القاهره تعوض. 1-1 النادي الاهلي يكسب 1-0، يعني تحاول ان انت تلعب بس بذكاء، مش ان انت تفتح الجيم. لا، أكيد المباراه طبعا مختلفه. اكيد احنا اتعلمنا من الدروس في السنه اللي فاتت، ودي كانت تصريحات مارسيل كولر النهارده ان هو استفاد من يعني الماتش السنه اللي فاتت. طيب خليني بقى اخد من الكلام اللي قاله ثابت ومن الكلام اللي قاله مارسيل كولر واسالك كده، ايه اللي حصل السنه اللي فاتت تتمنى او تعتقد ان بعيدا عن الامنيات ان مفترض حصل 1-2-3 السنه اللي فاتت على مستوى طريقه الضغط، على مستوى التشكيل، على مستوى طريقه اللعب داخل الملعب، على مستوى توظيف اللاعبين؟ ايه اللي حصل السنه اللي فاتت وايه اللي مفترض يتعمل عكسه السنه دي؟ هو كل حاجه حصلت السنه اللي فاتت ما ينفعش تحصل السنة. كل حاجه بقى اللي هي ايه؟ كل حاجه ان هو من بدايه من طريقه اللعب، وان انت بتحاول ان انت خارج ارضك تفرض اسلوبك على منافس هو ربما يكون عنده بعض اللاعبين اللي هم الكواليتي بتاعهم افضل من اللي عندك، او عندهم تناغم اكتر، بقى لهم سنين ماشيين على سيستم لعب حفظوه تماما. احنا لسه يعني كل فتره بيبقى فيه سيستم لعب غير التاني، او وصلنا لمرحله كويسه، لكن في الفتره المباراه اللي فاتت اللي هي الذكرى السيئه اللي فاتت، انت كنت فاتح الجيم جدا قدام فريق بيعرف يستغل المساحات، في حين ان انت بتحقق نتائج مقبوله جدا قدامه وكويسه جدا وبتتفوق عليه وانت مضيق عليه المساحات. فانا بشوف ان احنا لازم بكره نكون مضيقين المساحات، ما نديهمش رقعه كبيره من الملعب يقدروا ان هم يلعبوا فيها ويلعبوا الكره بتاعتهم. نفوز دايما نكون قادرين ان احنا في اي التحام احنا اللي نكسبه. ما نلعبش بهدوء او بتراخي، بالعكس انت محتاج بكره تكون قوي جدا، مش عنيف لكن قوي، التحاماتك تفوز بيها، الملعب تضيقه على قد ما تقدر وتلعب على التحولات وتستغل بقى نقاط الضعف اللي هنتكلم عليها بعد كده عن في خط الدفاع بتاع سان داونز. انما فكره ان انت تنزل وعايز تلعب الكره اللي انت بتلعبها قدام اي فريق تاني في افريقيا مش هتبقى في صالحك خالص يعني. طب صبري، يعني شايف مباراه سيمبا، واكيد يعني كان الاداء حتى مش عاجب مارسيل كولر نفسه، ولكن انت قدرت خلاص تحسم بطاقه التاهل وده كان المهم. هل ممكن يكون له تأثير بشكل أو بآخر سواء إيجابي أو سلبي؟ يعني هل ممكن يكون ده دافع للعيبة إنها تنتفض وتقدم أداء أعلى تصالح بيه جماهيرها وتثبت إنها داخلة البطولة من أجل حسمها، أو يكون لا قدر له تأثير سلبي؟ شايف القصة دي إزاي؟ خاصة إن الفاصل بين مباراة العودة اللي تمت أمام سيمبا ومباراة الذهاب سان داونز كان فاصل قليل جدا، يمكن حتى مارسيل كولر قال ما عنديش حتى وقت لتصحيح الأخطاء. يمكن احنا بعد المباراه كنا بنقول كده يا رب تكون اللي حصل ده خطه الخداع الاستراتيجي قبل ماتش سان داونز. انما لعيبه الاهلي عندها من الخبرات اللي يخليها ما تفكرش في المباراه اللي خلصت دي. اولا انا متضايق من حاجه، ان فكره ان انت تبقى بتلعب مباراه وانت بتفكر في المباراه اللي بعديها، ودي من الاعذار اللي اتقالت بعد المباراه وما كانتش مقبوله خالص من شخصية مش شخصيه النادي، وبالتالي مش شخصيه كولر نفسه حتى تصريحاته. صحيح. وبالتالي انت محتاج ان انت تنسى المباراه دي تماما. كده كده عندك دوافع للمباراه اللي جايه، انت بتلاعب فريق يوازيك في القوه تقريبا في القاره حتى لو انت متفوق عليه بالبطولات، انما خلينا نقول ان مباراه الاهلي قدام سان داونز هي قمه كره القدم في القاره. صحيح. فانت بتدافع عن شخصيتك وعن اسمك، حصل هزه السنه اللي فاتت في النتيجه واستقبلنا نتيجه كبيره، فانت مطالب ان انت تظهر وجه قوي. المفروض ان الدوافع اصلا موجوده عند اللعيبه ولا تمثل عليهم عبء. يعني في ناس
فكرت او بتتكلم الشغل النفسي مع اللعيبه هيبقى ازاي؟ انا مش شايف ان اللعيبه اصلا محتاجه ان انت تشتغل معاها نفسيا، دي تبقى كارثه في وضع زي ده. لعيبه عندها كم من الخبرات كبير جدا وعندها شخصيه قويه في افريقيا وهي متسيده القاره وهي البطل، فطبيعي ان انت لو قابلت فريق كنت خسرت منه باي شكل من الاشكال ان انت تبقى عايز تعوض، وان انت تبقى واقف على رجلك كويس وعارف انت موجود فين وحاسس بالاختلاف اللي حصل ما قبل مباراه في مستوى الفريق، ما قبل مباراه سان داونز اللي فاتت اللي احنا بنتكلم عنها وما بعدها، لان دي كانت نقطه تحول كبيره جدا في الموسم بتاعنا السنه اللي فاتت وفي طريقه اللعب وفي كل حاجه، حتى افكار كولر اتغيرت، كل شيء اتغير بعد مباراه سان داونز. فانت حصل تحول وظهر وجه قوي جدا للنادي الاهلي من بعد المباراه دي، فانت داخل المباراه وانت تمتلك شخصيه قويه وتمتلك اسلوب لعب اصبح معروف للقاره كلها، ودي ميزه مش عيب. فانت مش محتاج ان انت تدخل المباراه تدافع عن اسمك انت، او بمعنى اصح تثبت ان انت كويس، لا انت كويس بس هتدخل المباراه دي وانت في اعتبارك ان انت تفوز، لان انت لازم تفوز او تحقق نتيجه ايجابيه، عشان انت لازم تحقق نتيجه ايجابيه لان ده وضعك وهي دي قيمتك وهو ده اللي انت تستحقه واللي المفروض تعمله بس.